معنا اتصال الأخ سليمان من حائل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي سؤال فضيلة الشيخ. سم. نعم. طال عمرك أنا عندي مكتب تقصيد نقصد سيارات وبطاقات. المكتب هذا دخلنا فيه في رأس مال معين. الرأس المال هذا ثابت، واللي يجي من رأس المال المكاسب نرجع نقصد فيها ثاني مرة. أسأل عن طريقة الزكاة وكيفية الزكاة لهذا المال. أحيانا نقول شهر رمضان يجينا نزكي فيه، يمكن ما عندنا سيولة، وأحيانا فيه سيولة. أنا زكي المال كله ولا زكي اللي موجود عندي اللي استلمته من العملاء؟ يا أخي يجب عليك الزكي المال كله، رأس المال والربح تجب فيه الزكاة، وإذا لم تستطع دفعها في الوقت الحاضر تبقى في ذمتك دينا، فإذا استطعت تدفعها بالتمام ولا تنقص منها شيئا، لأنها ركن من أركان الإسلام واجبة في ذمتك. نعم.